طلبت قيادة سياسية من مناصرية التركيز إعلامياً وعبر مواقع التواصل على دورة بمواجهة سياسات حاكم مصرف لبنان من التسعين وعدم التلهي بالسجلات والهجومات على القاضية غدعون. تعليقاً على رهان الرئيس بري على تعب النائب جبران باسيل وموافقته بالمحصلة على ترشيح فرنجية، أشارت أوساط سياسية إلى أن لن تكون المرة الأولى يلي بتفشل فيها رهانات بري بالسياسة. لفتت أنظار المراقبين الجولة الثانية يلي بدأ المطران أطوان بونجم على القيادات المسيحية ويلي يواصل فيها البحث بالمبادرة الحوارية يلي أطلقتها بكركه.